لا أريد. لا 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 أحتمل رؤية هذا العصير ثانية. إذا أنتما من شربتما العصير؟ تضحكوني هذه النتيجة. هذه لكم، لا تفرطوا في شرب العصير حتى لو كان عصير الليمون المميز الذي أعد. والآن في أمان الله. بسمة بسمة كلمة ورسمة. هذا طعام؟ أعتقد ذلك. ماذا تفعلين؟ أنا أستعد لعشائي. وعشائي أنا أيضا. بسرعة لنخرج من هنا. هيا. سأكتشف قريبا. ياكو على ورقة زنبق. وتحصل على مغامرة؟ لما لا نذهب إلى القناة؟ القناة بعيدة جدا. نقانق. وكأنك تلتقط. البرنامج التالي. كلمة ورسمة. مرحبا، أنا فيفي، لا تنسوني. أنا أحب نشر الغسيل هنا. وأنتم؟ سأهبط الآن. نحول، هل أنت بخير؟ نعم الحمد لله. أتذكر بأنك وعدتني بمساعدتي للتدرب على الهبوط، أليس كذلك يا فيفي؟ نعم ولن أنسى أبدا. حسنا أنتظر التدريب. ماذا كنت أفعل؟ نعم كنت أشيل الغسيل. حسنا سأتابع. أحتاج إلى ملاقة الغسيل. سأذهب لشراء بعض منها. حلزون. نعم. هل تتذكر المناسبة التي تصادف اليوم؟ لا. أعطني إشارة ما. إنك دائما تنسى يا حلزون. سأذهب الآن. أولا سأشتري ملاقة غسيل الملابس، ثم سأذهب إلى نحول وأساعده على تدريب. السلام عليكم. وعليكم السلام فيفي. هل لديك ملاقة للملابس؟ ظننت أنك أتيت كي تساعديني، وعدتني بذلك. يبدو أنني نسيت ذلك. حسنا بماذا تريدين أن أبدأ؟ تحتاج البطاطا إلى تنظيف كما ترين. حسنا. مرحبا، من فضلك أريد ألوانا مائية. حسنا يا فلة. أهلا يا فلة. إذا أنت هنا يا فيفي، لقد انتظرتك طويلا في المنزل. لماذا؟ وعدتني أن تأتي وتساعديني في التدريبات الرياضية. ما الذي يحدث معي؟ نسيت وعدي لفلة. حسنا، ما رأيك أن نبدأ بالتدريب الآن؟ هيا. حسنا هيا. فيفي سأعود لاحقا لمساعدتك. وأنا سأعود لأخذ الألوان. لم تنظفها. هيا يا حلزون تمكن. ما المناسبة التي تصادف اليوم؟ حفل الشاي الشهري. لا
فيفي؟ وصلت أخيرا؟ أهلا بك. هل جلبت الأشياء التي وعدتني بها؟ لا تقولي إنك نسيتي. لقد نسيت. فيفي فيفي. إنه صوت ريحان. فيفي نحن هنا. هل كنت تناديني؟ نعم، أحضرت قماشا، ألن تساعديني على صنع رداء كما وعدتني؟ يبدو أنني نسيت ذلك أيضا. أنا مستعدة. ماذا ستساعدينني يا فيفي؟ فيفي وعدتني أن تساعديني. أرجوكم لا تتكلموا معي. ماذا أفعل؟ تطلب منا ألا ننسى وهي تنسى. لماذا أنسى دائما وعودي لأصدقائي؟ ماذا يجب أن أفعل لأتذكر؟ لدى زنا أفكار جديدة. نعم أنت على حق، سأذهب لرؤيتها الآن. سأذهب. السلام عليكم. وعليكم السلام، لماذا أخدمك؟ لدي مشكلة، أعد الجميع بمساعدتهم ولكنني أنسى ذلك. لا بأس، سأريك شيئا. ما هذا؟ أنا لا أفهم شيئا. إنها تذكرني كي لا تلتف ساقاي عندما ألعب ولهذا لا أقع. فكرة مدهشة. ربما أعد قائمة بالأشياء التي وعدت الجميع بمساعدتهم بها. هذه فكرة رائعة. هل تقصد بأن هذا اليوم هو يوم عطلة؟ لا يا حلزون، هذا اليوم ليس يوم عطلة. هذا هو المطلوب، كل ما علي القيام به هو إلقاء نظرة على القائمة وعندئذ أتذكر من سأساعد. شكرا لك. هكذا تتذكرين ما وعدت به. حسنا، من الأول في القائمة؟ مساعدة نحو للتدريب على الهبوط. هيا هبط بخفة ورفق يا نحول. حسنا أنا قادم. أحسنت يا نحول، كان هبوطا موفقا، شكرا لك يا فيفي. والآن من التالي؟ مساعدة ريحان على صنع رداء جديد. رائع، شكرا لك على مساعدتك يا فيفي. ممتاز، أرجو أن تكون سعيدا. في أمان الله يا ريحان. من التالي؟ مساعدة ياسمين على اختيار الملابس ومساعدة فل على التمارين. ملابسك رائعة، إنها جميلة حقا. نعم، ولكن ماذا يجب أن أفعل أيضا كي أبدو أفضل من هذا؟ يجب أن تبتسمي أكثر. شكرا لك يا فيفي. فيفي، هل أعجبتك تدريباتي؟ كنت رائعة. فيفي، شكرا لأنك قمت بمساعدتي. شكرا. هذا واجبي. من التالي؟ إنها جميلة. أصبحت البطاطا كما تريدين. شكرا لك يا فيفي. يجب أن لا أنسى ملاقط الغسيل. تفضلي. شكرا لك، لقد أنجزت قائمتي، تذكرت كل شيء، ولكن هناك أمر آخر سأقوم به. إنه اليوم الذي لا نفعل فيه شيئا. لا اليوم ساعدت الجميع وأردت أن أقدم لك خدمة أيضا، ولهذا أحضرت لك
حبة فراولة مغطاة بالشوكولا. أنا سعيد، شكرا لك. هذا يوم معاملتنا بلطف رائع. نعم يجب أن أذهب إلى متجر جميلة لأشتري بعض العسل. عليك أن تنتظرني بفارغ الصبر. نعم، إياك أن تذهب. حسنا سأنتظرك. رائع. فيفي، كيف تستطيعين أن تتذكري أمر كهذا؟ السر بكتابة القائمة. لا تنسوني، أنا فيفي. في أمان الله. فيفي في كل الأوقات، فيفي تستمتع بالحياة، فيفي أينما تذهب تزهر، فيفي بالمحبة وتثمر، فيفي تعتني بالكائنات من حشرات أو نبات، تسكن عمق الغابات، الكل أحب فيفي. لاي 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 تحيا دوما في سرور، فيفي تجمع عطر الزهور، فيفي شامة على الخدود، فيفي وردة بين الورود، فيفي تعتني بالكائنات من حشرات أو نبات، تسكن عمق الغابات، الكل أحب فيفي. فيفي